باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي، وربنا يبارككم بكل بركة روحية. وكل من جاء ليلتمس بركة السيدة العذراء ربنا يباركه، السيدة العذراء تباركه بكل بركة روحية. إنجيل التوبة، زي ما سمعتوا كده، خرج يسوع فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني اللي انت فيها وسيب الطريق اللي انت فيه، وقام وتبعه. الفترة هذه المقدسة يريد تكون فترة تغيير قلوب. كل واحد فينا له ضعفات في حياته، كل واحد فينا له ضعفات في حياته. يا سلام لما في نهاية صوم العطلة ناوي وقال له وتبعه، وقال له يا زكا اسرع وانزل، لانه ينبغي ان امكث اليوم. قبله فرحا، زي ما ربنا راح للسامريه اللي كانت عايشه في خطيه الجسد مع واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وتابت السامرية. زي ما ربنا راح للكنعانية اللي كانت عايشة برضو في خطية ومشيلها 48 ساعة من جني صارت إلى تخوم سور وصيد، وتابت الكنعانية. زي ما ربنا دور على الخروف الضال، ربما حضرتك تكون خروف ضال، ربما حضرتك تكون خروف ضال وتقول أروح أخد بركة العذراء. وجميل جدا تيجي تاخد بركة العذراء والعذراء تمسكك بالصنارة كده وتقول لك تعال وسيب اللي انت فيه. ربما حضرتك زي المقعد اللي قعد 38 سنة وربنا راح شفاه بعد 38 سنة. ربما حضرتك زي شاول الطرسوسي اللي ربنا ظهر له في الطريق وحوله من شاول إلى بولس. فإنجيل اليوم إنجيل التوبة. كل واحد فينا في حياته فيه ضعفات. يا سلام على أيام العذراء كده ناخدها من قلبنا ونتغير، مش بس نيجي نزور ونقعد في أماكن مقدسة كده ونزور المغار، لا. ياريت إنه كل واحد فيكم ربنا يجهز له صنارة يصطادوا بيها، يصطاد قلبه بيها، وتبقى هذه الأيام أيام توبة بجد. عروس النشيد بتقول ايه؟ صوته حبيبي هو زاءات طافرا على الجبال قافزا على التلال. حبيبي شبيه بالظبي او بغفر الايائل، هو ذا واقف وراء حائطنا، حائط قلبك، يتطلع من الكوى ويوسوس من الشبابيك. كلمه يوسوس يعني يسترق النظر، يعني بيبص كده يسترق النظر الى قلبك. يتطلع من الكوى ويوسوس من الشبابيك ويقول قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. مسيحنا القدوس اللي النهاردة راح لغاية لاوي وقال له سيب اللي في إيدك وتعالى ورايا، جايل لك النهاردة. نفسي يا أحبائي في هذه الأيام المقدسة إنه ربنا قلوبكم
وتتوبوا فعلا. ربنا اللي بيقول قوموا يا حبيبي. مسيحنا القدوس يدعوك للتوبة، فيا ترى انت هتعمل ايه؟ هتسمع صوت ربنا النهاردة ولا تقول اعتبر ان الكلمتين اللي انا قلتهم النهاردة صوت ربنا ليك. اعتبر ان الكلمتين بتوع النهاردة صوت ربنا ليك، بيقول لك سيب خطيتك زي ما ربنا راح للاوي وقال له سيب المكان اللي انت فيه. هل هتسمع صوت ربنا النهاردة وتتفاعل معه أم لا؟ ولا صوت طحونة تفكيرك عالي؟ ما وقت ربنا يجي يتكلم حد يلاقي دماغه دي ترومبيطة، عارفين ترومبيطة؟ دماغه دي عبارة عن شواكيش فيها مليون حاجة، فيجي ربنا يكلمك مش سامع انت، ولا صوت ادانتك للاخرين كتيره قوي، قاعد طول اليوم تجيب سيره الناس، فلما يجي ربنا يكلمك مش سامع انت، ولا صوت التلفزيون واخبار العالم كتيره قوي. يا ترى صوت دماغك وجعاك وكتيره، ولا صوت إدانتك للآخرين، ولا صوت أخبار العالم، كل ده عامل لك مش سامع صوت ربنا، مش سامع صوت ربنا. يقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. بتقولوا معايا كده عشان تصحصحوا كده، في بعض الناس منكم نحسنين، في خدام نحسنين. أنا عايز أشكر كل خادم وخادمة حقيقة. أنا امبارح بالليل كنت بلف كده، ويعني الله يعوضهم كل خير. في ناس كانوا سهرانين معانا امبارح لغاية الساعة 2، السيد المدير كان هنا وساعد أول الوزير، والناس تعبانة يعني بصراحة، كل واحد بيتعب ربنا هيعوضه كل خير. ولكن اللي أنا عايزه إنه مش نتعب بس من أجل الناس، لا، قلبنا يتغير. نفسي في كل خادم وخادمة، الألاف من الخدام والخادمات اللي معانا وهم ماشيين يكون قلبهم اتغير، والزوار مش مجرد بس بنقيم احتفالا روحيا. قولوا معايا اليوم، لا عايز أسمع اليوم، عايز أسمع يا حبايب اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عايز اسمع تاني، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ما تقسيش قلبك، ما تقسيش قلبك لصوت ربنا. ربنا بيناديك، ما تقسيش قلبك. نفسي الكلمتين بتوع النهاردة يستضلهم حتى 200 بس، أبقى فرحان جدا. يستقضوا 200 قلب. قولوا معايا تاني، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. زي ما ربنا راح للاوي النهاردة وتجاوب مع المسيح وقام وتاب، قديس أغسطينوس بقى لما تاب، قديس أغسطينوس كان عايش في الخطية يجي 20 سنة، وجاب ابن من الخطية بس تاب. لما تاب قال ايه؟ ما هذا الذي يومض في أحشائي؟ يومض يعني يولع. ما هذا الذي يومض في أحشائي؟ ما هذا الذي يقرع قلبي دون أن يؤلمني؟ واستجاب وساب كل اللي فيه
ساب كل الخطية وقام وتاب وصار من أعظم أساقفة الكنيسة. ما هذا الذي يومض في أحشائي؟ ما هذا الذي يقرع قلبي دون أن يؤلمني؟ وتاب القديس أغسطينوس. ولذلك يا أحبائي نفسي النهاردة أن كل واحد فينا يتوب عن خطيته وقلبه يتغير، يتوب عن خطيته وقلبه يتغير، ويقول مع القديس أغسطينوس: ما هذا الذي يومض قلبي؟ ما هذا الذي يومض في أحشائي؟ ما هذا الذي يقرع قلبي دون أن يؤلمني؟ أختم حديثي بآية مهمة جدا. يقول رب المجد بعد مثل الخروف الضال: هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. شوفوا احنا هنا عدد كبير جدا من الناس، عشان كده انا بقول نفسي كلمة ربنا النهاردة تلقط لها 200 بس من وسط الالاف اللي موجود. ليه بقى؟ لانه لو واحد بس زي ما بيقول ربنا في لوقا 15 آية 7: يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. هو ده صوت ربنا لينا النهاردة أحبائي للتوبة. ربنا شاف لاوي جالس في مكان الجباية أو مكان الخطية، قال له اتبعني، فقام وترك كل شيء وتابعه، ساب خطاياه، ساب مشغولياته، وقلبه اتحرك، وقلبه زي ما قال القديس أغسطينوس صار شيء يومض في أحشائه ويقرع قلبه. وتجاوب القديس أغسطينوس، وتجاوب نقول القديس متى الإنجيلي بقى مش لاوي، وترك كل شيء وتابع الرب. ربنا يبارككم يا أحبائي ويعطيكم حياة مقدسة ويعطيكم توبة مقدسة في هذه الأيام. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد. بالحق.